العديد. تحياتي لكم كلكم. معلومة وفاة واحدة فيها هذه المغادرة، هذه الأولى وهذا في الحلاوة. هي مناسبة باش نعبر على تقديري للعمل اللي قايمة به الهيئة برئاستك أنت بالخصوص سيد عميد. العمل اللي قمت به واللي تجاوبت معاه المواطنين وجميع أصناف المواطنين فهموا معناها أن الواجب اليوم وأن مقاومة الفساد هو خيار وطني، وهو اللي باش يمكن البلاد باش تجتاز الكثير من العقبات. وما قمتم به ممتاز، وطبعا دعوة دائما إلى المواطنين أن نمشيوا في الاتجاه هذا. تصريح بالمكاسب موشي غايته معنا باش ننتقموا مع حد أو باش نطلعوا واش عنده هذا واش ما عندوش هذا، هي فقط تعبير عن إرادة الاتجاه معناها في مقاومة الفساد والتصريح بما يلزم صرحوا به والقيام بالواجب نحو الدولة ونحو المجتمع التونسي. ما فيش أكثر من هذا، موش أكثر من هذا. طبعا الكسب هو حلال والكسب معقول والكسب شيء طبيعي، إنما المهم أنه زاد كذلك ما يلزم يتعطى للدولة يكون يعني كل مواطن يقوم بدوره، ومن جهة أخرى يكونوا ملتزمين كذلك ببعض المبادئ وبعض القيم منها مقاومة الفساد في يعني تصرفنا اليوم. شكرا سيد الرئيس وبارك الله فيك، يعطيك الصحة كالعادة قدوة. ربي يخليك. المواطن وفي التزامك بالقانون، ونشكروك على دعمك للهيئة لما كنت رئيس مجلس نواب الشعب، ونحن متأكدين باش تواصل دعمك للهيئة وأنت رئيس الجمهورية كما كان الفقيد رحمه الله. بارك الله فيك. وأنا بدوري نحب نعبر على تقديري لما قامت به الهيئة ولما تقوم به. وفعلا بارك الله فيك، انا ذكرت لما كنا في المجلس يعني عملنا معا، وكان يعني النتيجه ان القانون اللي قاع احداث يعني الهيئه بمقتضاه كان موضوع شبه اجماع من طرف المجلس. يعني الشعب التونسي من خلال النواب بتاعو اختاروا وضعوا هالقانون هذايا على انه يكون قدوه ويكون طريق يسيروا فيه كل المسؤولين في مقاومة الفساد بالتصريح بالمكاسب عند توليهم مسؤوليات الدولة، عند التولي المسؤولية أو عند مغادرة المسؤولية. مرة أخرى نحب نشكر السيد العميد شوقي طبيب على ما يقوم به، ونشكر يعني الهيئة والإطارات متاع الهيئة هذه على العمل الممتاز اللي قايمين به. وندعو التونسيين أنه يواصلوا في مقاومة الفساد ويواصلوا بالقيام بالواجب بتاعهم ويواصلوا بالتعبير عن محبة تونس. هذيك هي تونس، هي متاعنا، وبنجموا معناها نوصلوا ونحققوا نتائج ونتجاوزوا المشاكل والتحديات اللي نجاوبوها إلا بتضامن التونسيين مع بعضنا وبالالتفاف حول الدولة هذه وحول مسار الدولة هذه. شكرا سيد الرئيس، بارك الله فيك، الصحة. عايز سيد الرئيس، بارك الله فيك. عايز رئيس ايجا مدام سامية، رئيس عارفينك، رئيس صحة للعيش، بارك الله فيك. ما هو السيد العميد أصر باش يكون فما مركز توثيق وبحث وإعلام في الهيئة،
وهذايا المركز نوات المركز فيها باش تكون ثم مكتبة رقمية متاحة للجميع، فيها رصيد بحث خطر اللي يتحدث على مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة تكون عنده رصيد علمي باش يرتكز عليه مش كلام وكلام. وقد أحسن اختيار في تسمية سيادتك نظرا لمتاع معروف عليك من المعرفة والثقافة ومن عمل نضالي في مستوى المجتمع المدني، بحيث مطمئنين عليك ومطمئنين على الهيئة بوجودك والعمل اللي قايمة به. حب نهنيك بهذا وبارك الله فيك. وعندنا عدة منشورات علمية، عدة منشورات علمية متاحة للجميع. يعطيك الصحة. مرحبا بك. كتاب الأوتونومية كنا نربحوا على حكاية نجيبوا الصغيرات هذا في الساحل من الغادي وشوف برنامج الماء التنمية نتاع الأمم المتحدة معاونك ريتهم ديما يعاونوا فينا هما يعاونوا فينا جيزات يعاونوا فينا زاد الكوريان الكوريان شفت معاهم زاد نحبوا نعملوا نحن ديناميك سوسيتي تاعنا هو وتر أبوي وتر برنسيبال اللي هي الأساس السوسيالي. إحنا إذا كان المجتمع ما ينخرطش معانا ما عملنا حتى شيء. عندهم يعني لازمش تبان الرول على لا فوا دو فاي اي سورتو لو رول دانسيتاسيون. دانسيتاسيون فوالا توت افوا. هو يدون ليكزومبل. شوف ديما نركزوا على الصغيرات ديما على الصغار ديما تلقانا على الصغار. نزرعوا المستقبل لازم نمشيوا لهم للمدارس هذايا في باجر دوبا وقت عملنا فيستيفال تاع الفيلم اونتي كوريكسيون نجيبوهم نعلموهم كيفاش يصوروا الافلام ونعطيوهم هذوما الممثلين يعني دوبا وقت عملنا برومي فيستيفال انترناسيونال خذيتو قلنا لي احسن فيلم مرفع في السيرة عملناها عملناه نفس الشيء هذوما في المشيو الجنوب هذوما لي ستوديون سميناهم السفراء مكافحة الفساد هذوما زاد السينما كلهم معنا كلهم أنشطة الصحفيين زاد كلهم المستقل اللي عملناه كل في ديري وحداتهم هذوما كلهم زاد الاتيكيساسيون تاع الهيئة اهتماماتنا مشتركة.